لماذا حاول عبد الكريم الشيخ للانتحار في السجن؟ اعترف، صار اعتراف عليها، وظلين أسبوع يدورون على الأسلحة ما لاقيها، لأنه مغلفة، ما دبوا الحنطة، قالوا لا تقشمر، فالله يرحمه كريم انتحر. لماذا اختبأ صدام حسين داخل بئر في البادية؟ ومن هربه إلى سوريا؟ ورا ضربة عبد الكريم قاسم، إذا يقول ما تنقذوني ترى عمامي يسلموني لعبد الكريم قاسم. لماذا غضب مدرس الرياضيات على عبد الخالق السامرائي؟ هو بالرياضيات فضح، يعني النظرية يقدر يحلها بطريقة أخرى غير الطريقة اللي يوصلها المدرس، فالمدرس ينزعج، يسبه، يحكي عليه، يوبخه. من هو البعثي الذي أعفاه برزان التكريتي من الإعدام في مؤامرة عام 1979، ولماذا؟ لأنه أبو رامي بال79 دي يعدموه، جاء برزان قال له أطلع بصفحة، أنت اللي أنقذت حياة السيد الرئيس، ما تنعد. القصة الكاملة لإعدام درويش البعث المغدور عبد الخالق السامرائي، يرويها القيادي السابق في حزب البعث وليد السامرائي.